الاخبار هذه المليانه هكا شويه ستريس، او اللي يحاولوا يلقاو حلول زعما كيفاش يخليو الصغير ما يتاثرش بالجو العام، وشنو اللي يخليهم يقتنعوا اللي محلاها الحياه الدنيا باهية، يحافظوا على الامل اللي فيهم. معنا نبيل الخليفي المعلم اللي قرر انه ما يفكرش اما يتعدى للتنفيذ في تجربه فريده من نوعها، حاول انه ينقل رسائل ايجابيه للتلامذه عن طريق الادوات اللي استعملوا فيها، تبع السيلويت عليهم دونك مقولات حلوه هكا كلها تفاؤل كلام مزيان، خلى التلامذة يكتبوا بهم في بلاصة الأقلام. في مبادرة لقات التشجيع من متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، هكا عيش يستحق عن جدارة يكون اليوم البوز الإيجابي نبداو به نهاير نتاعنا في وقاية بوز. نبيل الخليفي معنا، مرحبا، صباح النور، تحية ليك. مرحبا، اهلا اهلا. او كان هلا حد منعش معدل على قومه الصباح بكري، نعرفوا المعلمين تبارك الله ما شاء الله ما يخلط للقسم بكري، يلزم يخرج اكيد على بكري من داره. نهار لحد كيف كيف قايمنيك هكا 8:04، فمش مشكل هكا ولا ليه؟ لا لا ما حتى مشكل، مرحبا بكم في كل وقت. اكيد سي نبيل، ولا كيفاش عيطوا لك التلامذه مسيو؟ اكيد يعيطوا لي سيدي نبيل. سيدي نبيل الحمد لله انه الواحد متع ربي باعظم مهنه، على خاطر مهنتنا مقدسه جدا، انك تكون زارع للامل في التلامذه، وانك تكون من بنات البشر، حاجه تفرح تعمل كيف. اي به قلت على اللي عيطوا لك سيدي نبيل، اكيد باش يعاودوا يتفرجوا في الفيديو، حتى لو كان توا هكا بكري شويه، الاولياء نتاع التلامذه الزاده يعرفوك، نتخيل على خاطر فما حاجه، فما مجهود قاعد تقوم به باش التلامذه يخدموا في امبيونس خاصه، في هكا اريحيه مزيانه. الميساج اللي حبيت توصله ايجابي للتلامذه، حطيت هكا قدام كل تلميذ في طاولته خدمته المستقبليه، اذا نذكر خدمنا عليها وحكينا عليها، باش يقعد له هكا حاف ويحس بالثقة. حابين نقول لك يعطيك ألف صحة على اللي تعمل فيه، ونتعرف عليك من جديد. ميسالش حكينا للي أول مرة يسمع بسيدي نبيل، شنو نجمو نعرف عليه؟ شكرا مرة أخرى. نبيل خليفي من سيدي بوزيد، نقري في مدرسة ريفية في معتمدية السيدة ولاية سيدي بوزيد لمدرسة سيدي خليفة. كل عندي سنة حسنة سميتها، اللي هي كل عام تكون ثم بادرة جديدة، ثم حاجة جديدة، ثم حاجة فيها تفاؤل، فيها تجديد. الأول عام قمت بتزويق القسم في شكل رائع وجميل، كان كريت حتى الطاول وحتى الصورة الخلفية علم تونس وعلم فلسطين والأقصى، حاجة مزيانة برشا. العام الثاني وقت اللي رجعنا في الكوفيد، تلامذة رجعوا لقوا كل واحد فوق الطاولة متاعه هدية فيها معناها مأكولات، مواد تنظيف، قصص. معناها حبيتهم يدخلوا للقراية وهما عاملين جو. عملنا العام الفات، عملت لكل تلميذ الليست شنو فيها، شنو الخدمة اللي يحب يخدمها، من بعد سألتها في أول عام شنو تخدم، كل واحد عملت له ليست فوق الطاولة بتاعه بشكل أنيق وجذاب، معناها فيها ذكر خدمنا عليها بالقدا بالقدا، هذه زيد عمناه صحيح. حتى بين قوسين كيف تشوف في الفيسبوك نتاعي مكتوب دعوه للتفاؤل، نحب نكون معناها من دعاه التفاؤل في وقت الناس كل تجبد التالي تدعو للتشاؤم. ما برشا حاجات شفناها، هاي حرقها وارهابها وتطرفها، هاي عقوق والدين، هاي يأس، معناها ثم برشا حاجات سلبيه قاعده تنتشر في وقتنا. صحيح، الناس كلها هي تأثر على نفسيتنا، نحن الكبار تأثر على نفسيتنا، خلي الصغير كيفاش يعيشها، تخرج تكون متفيقر في فما بالك الصغير، معناه يوميا ثم هو لعبت على، هي بسيطة الفكرة، لكن لعبت على مفهوم معقد شوي في علم النفس. أنت مثلا ينجم يحكي لك شخص على إنسان يوميا يشكره لك، يقول لك راهو الإنسان هذاك باهي، في اللاوعي نتاعك يولي الشخص هذاك باهي. صحيح صحيح. خدمت على الكوتي هذه، التلميذ يوميا باش يلقى قدامه. الفكره كانت بسيطه، اني كتبت 50 مقوله لعلماء وعظماء وناس عندهم وزن في مجتمعات عبر التاريخ، كلها متعلقه بالحب الوطن، بالتقديس العلم، بالعمل، معناها بتسجيل الاعتدال بالوسطيه. حكيت على اهم المواضيع اللي يمسوا المواطن وخاصه الصغير، كتبتهم لهم في اقلام
في عوض انه يكتب القلم تاعه يوميا، نوزع عليهم الاقلام بصفه عشوائيه باش في تلميذ يكون عنده 50 مقوله قدرة ربي تساهم ولو بجزء بسيط في تكوين شخصيته. هذه اللي حبيت تتواصلوا مع الستيلويت هذوما، احنا نعرفوا المحله الصغار ما يستحفظوش برشا على ستيلويتهم على التروسو بتاعهم، اما نتخيل كي انت عملت حاجه من النوع هذا يستحفظوا عليه بالقدا ويبدا بين عينيهم ويقول لك على الاقل نكمل به العام، عرفت، على خاطر فيما بعد يرجع لك ويقول لك وقت اللي تكملوا السنه الدراسيه وتعطيوهم الكاري فما زاد لحظه مزيانه تنجم تعاود تتعاش مره اخرى. لهنا التلامذة كيفاش شفتهم؟ كي فرقت عليهم السيلويت هذوما كي يشوفوا الحاجه الحلوه المزيانه، وانا اللي تفرجوا فينا شوف قداش حتى القسمه حلو ومزيان، خاطر انت اللي استنست هكا كل مره متخيره وكل التلامذه يحبوا يجيوا عند سيدي نبي. كيفاش تفعلوها اوكي اول ما فرقت عليهم السيلويت هذوما؟ هي كما مقوله سياس لويس يقول مهمه المعلم ان يزرع الصحراء لا ان يقتلع الحشائش الزارمه من الحقول. شنو معناها؟ التلميذ عنده القسم هذاك عنده 4 سنين، شوف الحاجه اللي تغرست التلميذ يحافظ على الملك العام، معناها احكي انه يفسد ويصيم ولا القسم نتاعو حاجه ما تمسش، القسم نتاعو محافظين عليه ما تلقاش في التواول الاخر، معناها 4 سنين الى اللحظه قاعد تغرس حاجه تلاميذ ولا معناها يحب يجي يقرا عندي على خاطر يعرف انه السنه ثم حاجه جديده، ثم حاجه مبتكره. التلاميذ فرحانين بهم، صدقني عاملين كرني صغير للمقولات شكت فيه كل مقولة، سيدي اليوم جتني المقولة هذه، سيدي عجبتني المقولة هذه، ونفهمهم لهم في 5 دقائق معناها من في أول حصة، نفهم لهم المقولات شنو شكون الشخصية اللي قالها باش بالزاد ينجم ياخذوا، على خاطر نحن من أخير الحاجات اللي قاعدة تصير في الصغار هي تحطيم القدوة. معناها ولوا يعرف شكون القائل وشنو المغزى من المقولة هذيك. وفي اللاوعي نتاعو كل مقوله ثم شكون تلامذه سيدي حفظت من المقولات نتاع عيني حفظت امس ثم شكون سيدي لا جاتني ذي تعودت لي نحب نبدل مقوله اخرى حاجه مش لها تلميذ محافظ عليهم تلامذتي فعلا رغم انهم في مناطق ريفيه وادنى المقاومات مش موجوده صدقني حتى عامل في المدرسه ما عندناش معنا المعلمين نحن اللي ننظف ونسكر ونحلو لكن التلميذ التزرع فيه هو تربه خصبه هو معناها ورقه بيضاء اللي الخط اللي باش تحطوا عليه باش تلقاه معناها قدره ربي الاطفال اللي هما توا في عمر 11 و15 سنه 7 8 سنين باش يكونوا مراهقين باش يكونوا هما الشباب معناها باش يلقى شخصيه متوازنه لا شعوري باش يتذكر جالنا مره وقتها قريت هالمقوله دي عد حراسه الارض في الوطن خير من عد النقود في الغربه محلاه الكلمة دي، محلاه انه يقول لك خبز الوطن خير من كعك الغربة، محلاه انك خاصة يوميا نشوف هاي حرقها والوضع ما يعجبش هاي البلاد هاي تونس نحبوها وإذا كان ما نقوموش كل حد بواجبه من محيطه الضيق يا خيبة المساء. لا نشوف كيما مربين كيف كنت مقول كان مازال الخير في تونس، علاش؟ على خاطر يتلام برشا على الاساتذه والمربين والمعلمين، يتلام ويتقال عليهم برشا كلام اللي ما همش قايمين بالواجب كيما يلزم، اللي حاسين مش نعاود نقول ونتبعوا كيما في حوادث معينه تصير مع لي ريزو سوسيو، تعرف شنو يستنبط المراهق عرفتك اللي يوثق صوت وصوره ويبعثوا لي تيك توك يا انستغرام يا فيسبوك والناس تتفاعل ونعملوا مشكله وحاسيلو فما نوعيه نتاع هكا اخبار ياسر قاعده تروج، ولو انها نقصت على عامين ثلاثه التالي نذكر زاده كنا فما متابعه يوميه لكتوري ما كناش نحبوا نشوفوها في المؤسسه التربويه، نحبوا نقولوا اللي في مقابل راه فما ناس تخدم على رواحها وعندها ضمير وتحب خدمتها وتحب الصغيرات وتعرف قيمه المسؤوليه، المسؤوليه اللي بين يديها، مسؤوليه الصغيرات هذوكم الاجيال اللي غدوه باش تنور بلادنا.
وكما قلت انت مهما كانت امكانيات صغيره كبيره فانه راهو المربي يقعد هو عليه الاساس، هو اللي عنده مسؤوليه كبيره برشا وراهو قدها. هذا المساج وهذه الرساله اللي نحبوا نوصلوها احنا زاده كاعلام، نعاضوا مجهود المربي كما انت هكا، كما نشوفوك نبيل وكما نشوفوا ما شاء الله عليك المجهود اللي كل عام تخمم كيفاش باش الخرجه جديده، اللفته جديده، جيست الحاجه جديده اللي باش تعملها باش التلميذ كي يجي مش يقرا اكهو أما يتعلم، وهنا نقو أهمية قيمة التربية هكا ولا يا نبيل؟ صحيح، وهي اسم وزارة التربية، نحن دورنا تربوي قبل ما يكون تعليم. فعلا معظم المعلمين والأساتذة رانا عندنا القدرة أن نبدعوا، رغم أن مش معلم ما يحبش تلامذته ما يحبش يعطيهم، لكن لو تتوفر ابسط المقومات صدقني ثم مدارس الى اللحظه ما عندهاش معلمين معناها ثم اي نعرفوا ونعرفوا الرقم اللي توا لحد الان معناها 400 ألف تلميذ، يعني لحد توا ماهوش واضحه العمليه بالنسبه لهم، اللي ما قراش جمله 150 ألف والباقي زاده اللي يستنى جزئيا يقرا، شوف يدخل القسم يلقى استاذ يلقى معلم ولا ما يلقاش، معناها هذا الرقم موجود واليوم معضله كبيره نشوفوا فيها ونعاينوا فيها ويعيشوا فيها الاولياء كما تلامذه كما ايضا المربين. رقم مفزع فعلا. خاطر الدور لو الدوله نتاعنا تعطي قدر التعليم وتهتم بشؤون التعليم، جيل التلامذه من بعد 7 سنين باش تلقاه التلميذ هذا هو المراهق اللي يركب لك في قوارب الموت واللي يحمل لك سلاح في الارهاب. يجب تحصين الجيل المستقبل للتلميذ نتاع توا هو راهو اكيد اكيد. شكرا ليه نبيل الخليفي، سلمنا برشا برشا على المدرسه وهاك تفرجوا معايا اللي يشوف فينا لايف، وسلمنا برشا على المربين اللي معاك، كل القسم التربوي اللي معاك والاطارات التربويه اللي رغم ضعف الامكانيات فانهم حاضرين وحابين تحيه كبيره برشا. ولو نهار لحد راهو حتى سيدي وانستي نهار لحد زاده تحب تكون تلقى هكا لفته مزيانه، وهذا اللي حابين نوصلوه احنا عن طريق ديوان فام. وشكرا ليك وتحيه كبيره برشا لنبيل الخليفي، معاش بقدره ربي باذن الله العام الجاي شنو نلقاوك هكا عامل من حكايه هكا حلوه ومزيانه ولفته تنجم تخلي التلامذه يزيدوا يحبوا المدرسه اكثر، ونبعدوا على كل الديسكور الخايب اللي نسمعوا فيه في الفتره الاخرى. شكرا لي نبيل الخليفي كان معنا اليوم في صباحنا شويه اخر، يلا نمشي للجنينه في فقرتنا اللي تلقاوها معنا كنا راح معنا في ويكاند على الكيف.